سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في القناه. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا البنات على هذا المكياج هذا. دونك المهم البنات، الفيديو هو هذا واللوك هو هذا، خليكم بعدا تشوفوا قولوا لي كيفاش راكم. المهم الغزالات ديالي، الا بغيتوا تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا بقاو معايا حتى التالي ديال الفيديو، وإلا بغيتو فيديوهات واحدة أخرى على المكياج، كو ساسوا المكياج ديال النهار ولا ديال الليل ولا السهرة ولا بحال هذا ديال السهرات. دونك إلا عجبكم البنات هاد الفيديو هادي بقاو معايا حتى التالي ديال الفيديو، وما تنساوش تقولوا لي في التعليقات واش بغيتو فيديوهات واحدة أخرى ديال المكياج ولا لا. دونك جو في دي غرو بيزو، ونقول لكم بقاو معايا الفيديو. اول حاجه غنبدا بها البنات هي غادي ناخذ هذا لوسيون هذا ديال بيوديرما مع هذا القطن، وغنمسح وجهي كامل، ومن بعد غادي ناخذ هذا السيروم هذا وغادي نديرو على وجهي باش نيدغاتي الوجه ديالي. غادي ناخذ البنات هاد لاباليت هادي، وغادي ناخذ هاد اللون هذا هاد الماغون، وغادي نولي نعاود نقد به مزيان حجباني. غادي ناخذ هذا الكونسيلير هذا البنات، وغادي نقي به حجباني، وغادي نديرو كومين باس فوق لا بوبيير ديالي. غادي ناخذ هذا البانسو هذا نقيها البنات، وغادي نستومبي به هذا لونتيسير. وغادي ناخذ هذا لاباليت هذه ديال هدى بيوتي، وغادي ناخذ منها هذا اللون هذا هذا البيج، وغادي نثبت به هذا الكونسيلر اللي حطيت من فوق الجفن ديال عيني. ومن نفس لاباليت ديال هدى بيوتي البنات، غادي ناخذ هذا اللون هذا وغادي نحدد به الكسره ديال عيني. ومن نفس لاباليت البنات، غادي ناخذ هذا اللون هذا وغادي نحطو هنايا من الفوق، ما نطلعش به فوق هذا اللون هذا الاول اللي حطيت، ما غادي نحطو غير هنايا. غناخد بانسو وغادي نستومبي هاد اللون هكا شوية. ودابا البنات غادي ناخد هاد اللون هذا وغادي نحطو هنايا في الخارج ديالي. وغناخد بانسو وغادي نستومبي هادشي. بانسو كبير ونقي البنات، غادي نستومبي مزيان باش ندخل اللون في بعضها.
كونسول بنات اللي نقيت به حجباني غادي ناخذ منه به الكونسيلر وغادي نقي هاد لا بوبيير موبيل اللي عندي هنايا. غادي ناخذ البنات هذا اللون هذا وغادي نحطو فوق هذا لونتيسيان اللي حطيت. غناخد هاد اللون البنات وغادي نحطو في مدمع العين. وغناخد نفس هاد اللون هاد البنات وغادي نولي نحطو في التالي ديال العين باش ندمج ما نخليش هكا بين محدد اللوانات. وغنحاول ندخلو واحد شوية هنايا باش ندمجو مع هاد اللون اللي عاد حطيت دابا. غادي ناخذ البنات هذا اللون وهذا اللون وغادي نحطو من تحت عيني. البنات وغادي ناخذ هذا الجليتر هذا ديال نيكس وغادي نولي نحطو شويه من فوق هذا اللون هذا اللي حطيت حيت نفس اللون كيتشابه هو وهذا اللون اللي في لاباليت ديال هدى بيوتي. فوالا وليت البنات حطيت هنايا من تحت العين من هنا ومن هنا. وغادي ناخذ البنات هذا اللون هذا وغادي نحطو من تحت الحاجب. وغنولي نحط منه في مدمع العين. غادي ناخذ هذا القلم كحل البنات ديال كيكو وغادي نديرو في قلب عيني. فوالا جا دابا وقت الماسكارا والشفران. غادي ناخذ هذا الفرنس هذا ديال ليسيل وغادي نغوكوربي به الشفران ديالي. فوالا غادي ناخذ الماسكارا وغادي ندير فيهم هذا الشفران. الشفران هادو البنات ديال هدى بيوتي سميتهم سامونتا ومع لاكول ديالهم ديال هدى بيوتي حتى هي. غادي نمشي نلصق الشفران قدام مرايه كبيره حيت جات المرايه بيد ميد وحده لصقها الشفران ما غاديش يمكن ما غاديش نقدر. غادي نمشي قدام المرايه غادي نلصق الشفران ونرجع لكم. دابا سالينا من العينين البنات غادي نقي هذا الشيك اللي كحوليه داك لافابوكيير ولا شي مطحيه من تحت عيني غادي نقيه. فوالا بحال هكا. وغادي ناخذ هاد لاباز البنات باز ديال الفيزاج ديال ماك وغادي نحطها على وجهي قبل ما ندير الفوندوطا. غنستعمل اليوم البنات هو هذا من تو فيس وغادي نحطه هو على وجهي هكا ما نديرش بزاف. وغادي ناخذ هاد ليكيد هايلايتر ديال ميك اب ريفولوشن وغادي ندير القيطات مع فون دو طون باش يعطيني داك ليفي غلو في وجهي.
البانسو اللي رشيت عليه من البيكس بلوس ديال ماك فيه غادي نستون فيه هاد الفوندو. البونجات ديال غيال تكنيك وغادي نرش عليها من فيكس بلوس، وانا تيعجبني نرش من فوق الفوندو قبل ما نستونطيه نرش شويه باش يتفيكس ليا مزيان الفوندو تاعو وما يجيش عندي. غادي ناخد هاد لونتي سيرم ديال فيتمي من مايبلين وغادي نديرو فوق لي سيرم ديالي تا هما السيرم ديالي ماشي ديالكم. غادي ناخذ هاد لاباليت هادي من جولدن روز وغادي ناخذ منها هاد اللون بلو فونسي وغادي نسكولتي به الوجه ديالي. بانانا من ميك اب ريفولوشن بنات وغادي نحطها فوق لي سيرم وفي هاد البلايص هادي. غادي ناخد هاد البرونزر هذا من نيكس وغادي نولي نحطو فين حطيت الكونتورينغ كريمي. وبهاد الكابوكي البنات غادي نحيد هاد لابودغ وميم طون غادي ماتيفي بها وجهي. هاد البلوش هذا من كيكو بحال هكا تيعجبني هاد اللون ديال المخ. غادي ناخذ من هاد اللايلايتر ديال ميك اب ريفولوشن غادي نحط شويه فوق البيوتي بلاندر وغادي نحطو دابا جا وقت الشنايف البنات نبان بالطونكا. غادي ناخذ البنات هاد الكريون هكا كيجي روج مي ماشي هاد الروج هذا ان روج بلو فونسي على هذا وغادي نخلط هاد الروج مع هاد اللون هذا من هاد البلوس هذا ديال مات ديال هدى بيوتي. دونك غادي نحدد شنايفي بهاد الكريون روج ومن بعد عاد ندير الجلوس. فوالا حبيباتي لا فيديو هي تسالات واللوك ها انا ساليت ومصاب يكون بان لكم حيت ديك الصور ملي كانت الضو كانت ضاربه فيا الشمس وكانت يبان واحد الصور زوين. دابا مابقى ضو مابقى حتى شي حاجه راني حاطه لكم تشوفوا شنو حاطه قدامي باش ندير هاد الضو باش نبين هاد الضو هذا. المهم مصاب يكونوا باينين لكم الوانات مزيان ويكونوا بان لكم المهم الفيديو واضح. المهم البنات كيف قلت لكم الفيديو هي هذه والمكياج هو هذا. نتمنى يكون عجبكم بنتي دايره فضيحه وخرب باها معاها وخوها معاها وكيلعبوا معاها ودايره فضيحه سلامتها من الله يخليهم ليا يا ربي والله يخلي كل واحد وليداتو. المهم
نتمنى هذا المكياج يكون عجبكم، كان دوي بجد باش ما يتسمعش الغوات ديالها او ميم طون. نتمنى هذا الفيديو البنات، هذا اللوك ولا هذا المكياج يكون عجبكم اليوم، ولا عجبكم ما تنسوش تقولوها ليا في التعليقات، قول ليا كيفاش جاوكم واش بغيتو ندير لكم فيديوهات اكثر ديال المكياج. دابا غادي نخليكم وغادي نقول لكم شكرا على المشاهده ديال الفيديو حبيباتي، وكنبغيكم بزاف 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 بزاف. نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي. سلامه.